الدرك يفك لغز اغتصاب قصر بمدينة تيزنيت. أفلحت تحديات دقيقة باشرتها عناصر الدرك الملكية التابعة للمركز القضائي بتيزنيت طيلة 3 أسابيع متواصلة في توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق باغتصاب طفلة قاصر تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض. وتمت عملية توقيف المشتبه فيه الثلاثين والقاطن بحي إدزغري بالمجال الحضري لتيزنيت الليلة الماضية على مستوى مدينة سيدي إفني بعد بحث ميداني انكبت عليه عناصر دركية ومكن من تحديد هوية الموقوف. ووصف مصدر أمني في تصريح للجريدة هذا التوقيف بالعملية الاستثنائية التي أسفرت عن فك لغز خيوط جريمة غابت عن إجراءات التحقيق فيها أي معلومات أولية عن مرتكبها نظرا لوقوعها في جنح الظلام. وكذا حداثة سن الضحية البالغة من العمر 13 سنة التي لم تستطع التحقق من ملامح الجاني. وأضاف المصدر ذاته أن التحري الميداني الذي أجرته الضابطة القضائية بمحيط الجريمة وكذا بأحياء عديدة بالمدينة أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه ومكان وجوده قبل أن يتم اعتقاله بتنسيق مع الشرطة القضائية لأمن سيدي إفني. وجرى وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يشرف عليه الوكيل العام باستئنافية أكادير في انتظار إحالته على غرفة الجناية بالمحكمة ذاتها قصد متابعته بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى مساء يوم 23 من دجنبر الماضي بعدما تعرضت طفلة تبلغ من العمر 13 سنة على مستوى المقطع الطرق الرابط بين تيزنيت والمطرح الجماعي التابع لتراب ولاد جرار لاعتداء جنسي تحت التهديد من طرف مجهول أثناء عودتها من المدرسة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.